أمر الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمره أن يأمر زوجه وولده بالصلاة وبالصلة بينه وبين الله تعالى، وأن يصبر نفسه عليها، وأن يصبر نفسه على أمرهم بها ومتابعتهم بها. وقال عز وجل حاكيا عن أبينا إبراهيم عليه السلام، بل عن أبي الأنبياء إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى في حكاية إبراهيم لما وضع أهله بواد غير ذي زرع، قال عز وجل في دعاء إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ لماذا يا إبراهيم أسكنت زوجك وذريتك؟ لماذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكان في دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجتهد وابتهل إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بل لما حكى الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.